ارقام المباراه طبعا ما بين لايبزيج وباريس سان جيرمان، طبعا فوز باريس سان جيرمان 3-2. الفرص لايبزيج 8 طبعا احرز منها هدفين، باريس سان جيرمان 10 فرص احرز منها 3 اهداف. الاهداف المتوقعه كانت لصالح باريس سان جيرمان 3.4 مقابل 2.2، الاستحواذ لصالح بي اس جي 63% مقابل 37%، التمريرات طبعا الصحيحه بنسبه 90% لصالح باريس سان جيرمان مقابل 82% للايبزيج، تصويبات على المرمى 17 تصويبه للايبزيج منها 4 ما بين القائم والعارضه مقابل 11 تصويبه للبي اس جي منهم 4 ما بين القائمه والعارضه، 13 عرضيه لايبزيج، 6 عرضيات بي اس جي، 4 طبعا ركنيات مقابل 5 ركنيات لباريس سان جيرمان. ارقام متقاربه الى حد كبير، والنتيجه كمان 3-2 نتيجه تعتبر نتيجه قريبه مع فارق الامكانيات. خلينا نتكلم، يمكن من الطبيعي ان بي اس جي بهذا الكم من النجوم بالنجوم الموجوده بامكانياتهم الفنيه، يعني لايبزيج من الفرق المجتهده في الدوري الالماني، فريق كويس، لكن 3-2 تعتبر نتيجه قريبة. لو حضرتك جبت الاحصائيه دي لاي حد وما قلت وشلت اسماء الفرقتين اللي يمكن يتخيل ان دول باريس سان جيرمان ولايبزيج، ممكن باريس سان جيرمان والسيتي الفروق بسيطه، حتى الاستحواذ 37% مش 10% ترجع الامور زي ما هي، التصويبات والنتيجه 3-2 زي ما حضرتك قلت، لا الفروق بسيطه، الركنيات مش عارف، كل النتيجه متقاربه جدا. لما تيجي بقى تحط الاسماء وتلاقي ان ده باريس سان جيرمان ده لايبزيج، لا في مشكله في باريس سان جيرمان اللي هو اتكلم عنها المدرب بوكوتشينيو لما قال لك ان هو عنده مشاكل. طب تعالى